بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، مرة أخرى نعود بحضراتكم إلى الأكاديمية الرياضية بدبي للناشئين، حيث نلتقي معكم مع واحدة من مباريات دور الـ16 للدورة الدولية الثانية اللي بتنظمها دبي دولة الإمارات العربية المتحدة لمواليد 2005، بطولة تحت 13 سنة، واللي بيشارك فيها النادي الأهلي ولعب في المجموعة الرابعة وطلع في المرتبة الثانية بعد سيلتا فيجو. وهذه المباراة هي مباراة دور الـ16، مباراة خروج المغلوب. بيلعب النادي الأهلي مع فريق SSS أو زي ما يطلق عليه Spanish Soccer School دبي. وصلوا الفريقين لدور الـ16. طبعا بيهمنا النادي الأهلي، لعب أول مباراة مع نادي الشرق وفاز 4-0، مع سيلتا فيجو حامل لقب هذه البطولة وخسر 0-2. وفي الصباح في العاشرة تابعنا معاكم مباراة الأهلي مع الأكاديمية الكندية وفاز النادي الأهلي بثلاث أهداف للاشيء. فائز في هذه المباراة يصعد لدور الـ8. إن شاء الله تمنياتنا لأولادنا أولاد النادي الأهلي إن هم يفوزوا ويكملوا في هذه البطولة اللي لو تتابعوها هتجدوا فيه اهتمام غير عادي إعلامي من كل مكان، لأن معظم الفرق الكبيرة زي ريال مدريد وبرشلونة وسيلتا فيجو وليفربول ويوفنتوس فيهم ولاد نجوم كبار بيلعبوا كرة قدم، ففي اهتمام كبير جدا بهذه البطولة. ظهور النادي الأهلي كثقل في الشرق الأوسط في هذه البطولة عامل شكل جميل جدا، اسم النادي الأهلي لوحده موجود ضمن هذه الكوكبة من هذه الفرق يديها شكل كويس. كلام قلته الصبح لما جينا بعد الصلاة وبنقرأ على المواقع لقيت نفس الكلام اللي أنا قلته، المواقع الأسبانية والإيطالية إيلا. لو في فريق من البرازيل أو فريق من الأرجنتين كانوا موجودين معانا كان هيبقى كأس عالم مصغر. عشان كده بقول لكم اهتمام غير عادي بهذه البطولة اللي بتقام للمرة الثانية. أنا من وجهة نظري هنا اللي أنا شايفه بحيي دولة الإمارات على هذا الجهد الكبير. بنلاحظ ان بالثانيه المباريات بتقام، وادي مع مطلع او بدايه اللقاء ان شاء الله نسعد بفريق النادي الاهلي اللي تابعنا ولاده امبارح والنهارده في المباريات وموجودين معانا، وقلنا البطوله دي وقلنا نظامها هنعيد تاني. بيلعبوا 7 وحارس مرمى، ملعب طوله 70 متر، عرض 50 متر، الخط اللي بالعرض ده اللي 12 ياردة من عنده بتتحسب التسلل. النادي الأهلي بادئ على أيدينا اليمين بزيه المميز، المدرسة الأسبانية بفنيلا بيضة والشورت الأزرق والشراب الأبيض. تابعنا ولادنا النادي الأهلي موجودين، محمد السيد مختار حارس المرمى، أحمد أيمن الشهير بمارادونا بيلعب في اليمين في الدفاع جنبه يوسف جمال ومعتز السيد، وسيف أيمن بيلعب ناحية الشمال. قدامهم 2 هافات، يوسف عفيفي الشهير بالساحر ومحمد رأفت عبد العظيم الشهير بكريستيانو. قدام منهم بيلعب دايما طارق فوزي ومحمد محمود. هنشوف بقى اللي موجودين، هل نزل يويو من بداية خالص؟ محمد أبو العمايم. ناحية التانية موجود فريق المدرسة الإسبانية، الحارس رقم 1 اسمه عز الدين زاك، أزادين زاك مكتوب كده قدام مني، أزادين زاك رقم 1. عندهم دييجو جونزاليس، طبعا المدرسة دي أعتقد إنها يعني كابتن زي ما أنا شايف اللي بيدير الملعب بره، النجم الكبير ميشيل سيلجادو، نجم الكبير نجم ريال مدريد. وقدام منه أهو أحمد سمير بيبو مدير فني منطقة القاهرة، وفي حوالي 6 من فريق النادي الأهلي ضمن منتخب القاهرة وكان لعبوا مع السويس والإسماعيلية وفازوا عليهم. وادي مشجعين النادي الأهلي موجودين معانا، سلجادو النهاردة واقف قدام بيبو، وحنشوف بقى من فيهم يستطيع ان هو يمر الى دور الـ8. اختبار جميل جدا لأولادنا أولاد النادي الأهلي، لأول مرة بيطلعوا
يركبوا الطيارة ويسافروا ويروحوا ملاعب ويشوفوا فرق ويسمعوا ان هم بيلعبوا مع يوفنتوس وريال مدريد، حاجة جميلة جدا. كلنا نشعر بالفخر ان اولاد النادي الاهلي موجودين في هذا المكان. الشوط مدته 20 دقيقة، احنا في الشوط الاول دلوقتي، وقلت زي ما قلت امبارح واول وبعيد، لا ننظر الى هؤلاء الولاد نظرة الدرجة الاولى، لا، ده كل مرحلة ولها مقوماتها ولها شغلها. وادي على طول تتلعب من معتز ليوسف جمال ناحية مارادونا، انما تخرج بره الملعب اول ثلاث دقايق من بداية اللقاء، وما زالت النتيجة تقريبا ده سيف ايمن اللي شفته قدامي، وادي مقطوعة الكورة وتخرج بره الملعب. طبعا دي تاني او تالت مرة بشوف ادي قدامنا هو كريستيانو، بشوف ولاد النادي الاهلي. كنت اعتدت في السبع ثمان سنوات الماضية ان انا عارف فرق الناشئين بحكم شغلي معاهم، لكن دي تاني او تالت مرة اعود للتعليق على هذه المباريات، طبعا بصحبة الزميل فاروق صالح. ان شاء الله ربنا يكرم كده ونعمل حاجة كويسة في قناة النادي الاهلي، بنقدم حاجة ما بتتشافش في اي قناة تانية. ادي المشجعين اللي موجودين، انما تحس ان في نظام موجود بالدقيقة بالثانية. ادي كابتن محمود صالح نائب رئيس قطاع الناشئين موجود معاهم، طبعا البعثة رئيس البعثة المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وهو رئيس البعثة، معاهم كابتن نادر خليل مدير التسويق، كابتن محمود صالح نجمنا الكبير نائب رئيس قطاع الناشئين موجود، وايضا كابتن اشرف عثمان الاداري، يعني طبعا المدير الفني كابتن احمد سمير والشهره بيبو احمد سمير، ياما شفنا له برامج عن المواهب، واحد من المدربين قال الاوان بيمسك بقى فرقه ويشتغل عليها، وهو حاليا جنب فرقه الاهلي ماسك منتخب القاهره. ادي على طول يلعب كريستيانو سريع لطارق فوزي، عاملين شغل كويس قوي هما الاثنين، ومعاهم يوسف عفيف الساحر بيتحركوا بشكل جيد جدا. بص يعني تحس كده ايه ان طارق فوزي بيفكرني زمان بالكابتن مختار وطلع في الاجيال اللي فاتت كريم مامبو، نفس الشكل كده. دايما ببص على اللاعب الصغير وبقول يا ترى كان شبه مين وهو صغير، باجي كده وانا بتابع كده وبحس بيهم الحاجه دي. في حاجه عايز اقولها في اي توقف، بس ان شاء الله نشوف اللعبه دي، نشوف هتتنفذ ركله حره، عايزين نشوف بقى مبكر للاهلي. اوه يمسك على طول الحارس، يمسك الكوره، انما حاسس لعيبه النادي الاهلي بقوا واقفين على رجليهم. امبارح مباراه سيلتا فيجو كانت بالنسبه لهم مقلقه، بيلعبوا بطل البطوله اللي فاتت. عايز اقول حاجه، لو كانوا لعبوا مع سيلتا فيجو من غير ما يقولوا لهم ان ده سيلتا فيجو كان شكل الاهلي اتغير خالص. انما الولاد الصغيره دي بيشعر على طول بالتوتر في حاجات مني، انما اعتقد بداوا يقفوا على رجليهم، بداوا ياخدوا على جو الملعب والشكل اللي هم فيه، ما بقاش فيه قلق. ماتش الصبح عملوه هايل جدا جدا جدا، ان شاء الله يكملوا في هذه البطوله واتعشى من يوصلوا لمراحل بعيده. ترجع مره تانية ورا معتز مع يوسف جمال، بيلعب الكوره الطوليه بيبحث عن كريستيانو. نفسي بقى ايه يعني، انا ايه سامع كريستيانو ومارادونا، نفسي بقى لعيبتنا بدل ما يسموا نفسهم، لان طبعا بيتفرجوا على الدوريات الاوروبيه كتير فبيسموا نفسهم باسامي نجوم عالميين. طب ايه اللي ينفع ان لعيبه النادي الاهلي نبدا نطلق عليهم اسماء نجومنا الكبار؟ يعني كابتن احمد سمير المدير الفني ده واخد لقب بيبو، يطلع عندنا واحد من المختار، واحد يطلع زيكو، واحد يطلع متعب. عايزين نسمي اولادنا اسماء النادي الاهلي، مش شرط اسميه اسامي عالميه. وادي الكوره هي بتتلعب من يوسف، انما على طول بيمسكها الحارس. وادي تشجيع اولياء امور المدرسه الاسبانيه، قدر الحارس ياخدها والله ملعوبه بذكاء حلو حلو حلو، انما مسكها الحارس باقتدار. ترد مره ثانيه للخلف، الحارس زاك يلعب الكرة، ترد مرة تانية وتخرج بره الملعب. ودي واحدة كده من بيبو جميلة، وبدأ سلجادو يكلم لاعبته، شفناه 98 و2002 و2006 في كاس العالم، كان باك يمين مميز. ودي على طول تتقطع الكرة وترد مرة تانية ترجع، انما واقفين على رجلهم بشكل كويس جدا فريق النادي الاهلي. وبرافو، حلو قوي قوي، تحضين جميل جدا على الكرة قبل ما توصل للاعب كييتو مياتا
شكله كده ملامحه اسباني، ملامحه جنوب شرق اسيا. وادي على طول تتلعب سريعه عند احمد ايمن مارادونا، يلعبها للامام، شايف مارادونا هو وسيف الاثنين مبدلين اماكنهم. وادي بيحاول بقى طارق فوزي على الكوره، طارق ما يا ولد حط رجله مع الكوره مش بيريح اللعيب اللي قدامه ياخدها. وادي فعلا عدم الراحه تروح مره تانية لمحمد رأفت عبد العظيم، وحكم اللقاء بيقول ما فيهاش حاجه، انما يقوم عليها بمنتهى الجمال مره تانية ويقطعها يوسف وترد مره تانية في وسط الملعب. جميل قوي القطعه دي، انما احتسبها الحكم فاول، فاول على النادي الاهلي. بنشوفها من اكتر من مكان داخل بمنتهى القوه، سيف ايمن نزل بقى في نص الملعب، كنا بنشوفوه ناحيه الشمال بيبو منزله. وادي اهو تحذير من حكم اللقاء، او عايز يقول له يعني ايه اهدأ كده وانت بتلعب. يعجبني قوي الحكم لما يتعامل مع هذه المرحله السنيه كاخ، ما يبقاش قلقان منه اللاعب. وادي كره تتلعب طوليه وتخرج بره الملعب، انما احساسي بان لعيبه النادي الاهلي اقرب حتى الان في ادائهم، تركيزهم افضل للامام. وادي هو احمد سمير بيبو، على الرغم ان احنا بنقول هذه المرحله محتاجه نبقى في نوع من الفن كده، لكن لما بيتحطوا بقى تحت ضغط كلاعبين ومدرب وبيدوروا على بطوله جايين يشاركوا فيها اكيد بيدور على المكسب. وادي نقله، اختراق جميل قوي، عدى بشكل كويس جدا وترجع مره تانية لمارادونا، كان سجل النهارده من ركله جزاء الصبح، ترجع له مره تانية، بيلعبوا من رجل لرجل. اكيد الكلام ده قاله في المحاضره كابتن احمد سمير، ان احنا ننقل لبعض نخلص واللمسه. والله على التمريره دي، دي عدى بيها بشكل حلو قوي، وكان بيعدي فيها ابو العمايم انما اتقطعت. ومره تانية تتخطف في وسط الملعب. ادي قريبين من الكوره لعيبه النادي الاهلي، و10 دقائق بتمر، نص الشوط الاول بيمر، ومارادونا ياخد الكوره. ويا ولد يا ولد، حلو قوي حلو قوي، المهاري في كره القدم بيفرق مع فرقته كتير جدا. وادي يوسف عايز يعدي يوسف، انما ضغط عليه من الدفاع وبيغلط، والدفاع مره تانيه انما تخرج بره الملعب. شايف كده محمد محمود واقف على الخط، يعني الولاد واقفين على الخط عايزين كل اللي بره عايزين ينزلوا الملعب. ترد مره تانيه لمارادونا، بيعتمد عليه ناحيه الشمال، غير طريقته خالص احمد سمير بيبو في المباراه دي. وادي طارق فوزي يلعب الكوره العرضيه قبل ما تروح ليوسف، يطلع الحارس، لا ده اللي واقف دلوقتي الحارس اسامواه، الحارس اسامواه هو اللي واقف دلوقتي. ترد مره ثانيه وترجع، ما زالت النتيجه التعادل. طبعا لقاءات خروج المغلوب دايما بيبقى فيه حرص. على فكره المباراه اللي قبل دي تصادف، مباراه الصبح كان قبل الاهلي ما بيلعب، كان ريال مدريد وفاز 6-0 في مباراه. وادي تصادف دلوقتي برضك، ريال مدريد كان بيلعب وفاز 5-0، فرقه جميله جدا بتلعب كره جميله الواحد بيستمتع بيهم حتى الولاد الصغيره بتاعت ريال مدريد. ومش اوف سايد قبل الخط، وعدى يدخل الحارس وبيعترض الدفاع، انما كان ممكن كريستيانو يسجل هدف، كان ممكن. ده ايه قبل خط ال 12 اتلعبت له، اهو عدى، اهو عدى ودخل وخدها من الحارس ولف مره تانية. فرصه بتضيع من النادي الاهلي من كريستيانو محمد رأفت عبد العظيم. ادي اهو شايف تبديل لفريق النادي الاهلي، الحارس اسموا الدقيقة 12، واخدها رأفت في الوسط، ترد مره تانيه ملعوبه للامام قبل ال 12، طالع الجول. لا الحارس ده
مميز، والله بيطلع بيغطي على زمايله لغايه دلوقتي، واخد كورتين كان ممكن يكونوا هدفين للنادي الاهلي. شوف بقى بيبو هيفكر ازاي في حل مع هذا الحارس. ترد مره تانيه، دافع بيه سلجادو ومحاوله للامام، وادي العرضيه انما يتشتت على طول، ترد مره تانيه في وسط الملعب. اللاعب رقم 9 منكاري يتقطع منه، تتاخد، الله الله، انفراد انفراد يا راجل، خش شويه خش شويه، ادخل يا يوسف شويه، انما الحارس ماسك الكوره بره بره الخط، وتتحسب على طول وهياخد انذار. انذار على الحارس سيلفستر اسموا. بدا الاهلي يقترب، بيقترب الاهلي بيقترب، ادي الكره اهو بتاعه يوسف، يوسف عفيفي كان عايز يحطها من فوق الحارس، انما الحارس طويل، طلع وحط ايده معاها وكان بره المنطقه الحره، على طول تتحسب. ادي اهو الساحر، يا ترى هيعمل ايه في الكره دي، يا ترى هيلعبها من لمسه. الحارس ده عايز واحده ارضيه كده قويه ما يشوفهاش. 14 دقيقه والتعادل بدون اهداف، الاهلي افضل، منتظرين جون بس. وادي اهي على طول، انما حتى الارضيه نزل لها، برافو برافو، انما برافو لعيبه النادي الاهلي واقفين على رجليهم مالين الملعب بشكل كويس جدا. بص كل الكور اتقطع في نص الملعب بنصيب لعيبه الاهلي، ناقص بس ان ايه اللي كنا بنشوفه الصبح، طارق فوزي مع يوسف مع رأفت يعملوا مثلث يخلصوا كوره. وادي اتقطع مره تانية، انما ترجع مره تانية، استلامها بشكل كويس طارق فوزي ورجع بالكوره في اتجاه يوسف جمال، بيتضغط على يوسف انما خد الكوره وعدى. العب بقى السهله يا يوسف، ما تفلسفش، مش محتاجه الحته دي الفلسفه. ادي اهو بيضغط يوسف، ضغط ومعاه على طول اللاعب رقم 8 يلعبها مره تانية، يردها ليه دانتي فيتو ويسدد، انما يمسكها على مرتين محمد السيد مختار. ربع ساعة بتمر من احداث الشوط الاول في لقاء دور ال 16، الاهلي والمدرسة الاسبانية بدبي، وما زالت النتيجة التعادل بدون اهداف. يلعب يوسف كورة لطارق، ادي طارق استلام يديها ليوسف مرة تانية، بيدور ادي استلام يلعب لرأفت انما ضعيفة وتترد وتصويبة، الله الله الله، حلوة حلوة حلوة. بدأنا نسمع التشجيع، بدأنا نسمع الآهات، شايفين أهو كورة اتلعبت حلوة أوي من كريستيانو، الله جميلة والله. وأدي التشجيع أهو بحماس من الأهلاوية، أينما وجد الأهلي بأي فريق بأي مرحلة بأي لعبة تجد مشجعين الأهلي في كل مكان. على طول عرضية بتتنقل، يحاول يلعبها ابراهيم صادق، لاعب رقم 6 في المدرسه اسمه ابراهيم صادق، طبعا مدرسه اسبانيه في دبي اكيد طبعا هيكون فيها عرب. تتنقل الكره سريعه، انا ترى كده انا شايف 13 ده تكرر، 13 لاعب وحارس، لفت نظري الرقم ده، هنشوف. وادي رميه التماس يلعبها ابراهيم صادق لاعب المدرسه الاسبانيه، وعايز يخطفها يوسف، يوسف ترجع مره ثانيه لكريستيانو انما ياخدها من قدام منه. اسماعيل جونزاليس نمره 5 تروح مره ثانيه مقطوعه. الماتش رغم ان الاهلي اقرب لمرمى المدرسة الأسبانية، لكن تحس إن المباراة برضك فيها، يا أدي أهي أدي أهو لسه عايز أقول في حاجة بتتقال، وأدي أهو بدأ يشجع سلجادو لاعبته، وكرة يطلعها محمد السيد مختار، تسديدة جميلة وحطيتها واخد كده بالإيد العكسية، جميل والله مطلعها، شكله حلو وهو مطلع الكرة محمد السيد مختار، يمكن أول كرة لفريق المدرسة الإسبانية، وشكله هو اللي رايح يلعبها اسماعيل جونزاليس. وادي ميشيل سلجادو قدامنا،
ترجع مرة تانية وادي على طول عالية انما مقطوعة، ترد مرة تانية وتخرج بره الملعب وتبقى رمية تماس لنادي الاهلي. بيبو واقف بيشجع ولاده واحنا من هنا برضك بنشجعهم وقلوبنا معاهم، حاسين والله بيقدموا كرة جميلة في ارض الملعب. مرة تانية معتز ينطلق، والله ده بيب ده مارادونا شكله لطارق، هو مارادونا لطارق. بدأت احفظه، بدأت اذاكرهم خلاص، ماتشين ثلاثة بدأت اذاكر الفرقة. تلعب مرة تانية في اليمين انما مقطوعة، و 18 دقيقة، دقيقتين على نهاية الوقت الاصلي من الشوط الاول، ومحاولة طارق. طارق واعتقد فيها ايه يا حكم؟ فيها ايه؟ فيها ايه؟ هتقول لي ايه؟ ده الراجل دفعه، ده واخد دفع، انما محسوبة تسلل، حسبها تسلل. ركلة حرة غير مباشرة. قلنا التسلل بيتحسب بعد خط ال 12. يعني قبل منه مفيش. وادي الكرة لممها يوسف في شكل كويس جدا، نازل يدافع، والله ده كريستيانو، كريستيانو قطع الكرة اللي فاتت، يحاول ياخدها 15، انما يا سلام يا سلام. برافو برافو يا معتز، برافو، والله انا شايف محمد رأفت اهو الكاميرا مش سايباه، دليل على انه عامل شغل في وسط الملعب. على فكرة الولد ده انا قلتها الصبح اللي ما سمعنيش قبل كده، وهو عنده 7 سنين، والده كان في باريس، كان بيلعب في باريس سان جيرمان، راح وعمل معايشة وهو عنده 7 سنين في باريس سان جيرمان. ادي ترد مرة تانية، استلام من اسلام جونزاليس، جونزاليس في وسط الملعب، ترد مرة تانية، وادي محاولة الامام انما برافو مختار يقطع الكرة. وادي هيك كاميرات على سلجادو الان عايز يعدي، انما جميل جدا. شوف بقى لما نجم كبير جدا زي سلجادو برضك لازم نقول الحكايه دي لنجومنا الكبار، مش عيب انه يدرب مرحله 13 سنه. ادي اهو واقف سلجادو، واقف على فرقه زي دي، ما قالش اول ما بطل بقى اشتغل مع فريق اول، لا ده لا ده بص مين سلجادو بنفسه يشتغل مع مدرسه 13 سنه، يقدر يدي، يقدر يبدع كمدرب، لانه حس ان هو ممكن يدي حاجه في كره القدم. وادي التشجيع الاسباني وبيلبسين الزي الاسباني، انما طبعا لان الاهلي بيرتدي الاحمر النهارده فهم بيلبسوا الزي الاحتياطي. خلاص الشوط الاول على وشك النهايه، دخلنا في الوقت ضايع، واعتقد اطلق الحكم صفاري نهايه احداث الشوط الأول معلنا عن مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، نعود بكم إلى دبي والأكاديمية الدولية للناشئين في دبي، حيث نلتقي معكم بمباراة دور الـ16 للبطولة الدولية المقامة لمواليد 2005، واللقاء الذي يجمع بين فريق النادي الاهلي وفريق SSS دبي. نتيجه الشوط الاول التعادل بدون اهداف، وادي كوره وانطلاقه سيف ايمن كان بيمر، انما حكم اللقاء بيقول ما فيهاش حاجه. اللي تابع معانا الشوط الاول، لعيبه النادي الاهلي ماسكين كوره افضل من فريق SSS. طبعا زي ما احنا شايفين المشرف الفني أو المسؤول عن المدرسة نجم إسبانيا الكبير ميشيل سلجادو، ونجم ريال مدريد السابق وأحد نجوم كأس العالم 98، مشارك 2002 و2006. وادي الكورة مع النادي الأهلي ومعتز يعدي وعايز يلعب للأمام إنما مقطوعة، ياخدها قلب دفاع فريق SSS، ترجع مرة تانية سريعة لسيف أيمن، سيف يرجع بكورته ورا لرأفت، تتلعب مرة تانية لطارق فوزي، طارق ناحية الشمال اعتقد مارادونا هو اللي هناك لفوزي، ادي مارادونا مرة تانية، وادي العرضية ليوسف انما يدخل معاه الدفاع، يعني حب يلعبها
عند المرمى إنما توجه رجله إلى خارج الملعب. تمنياتنا إن شاء الله تنتهي هذه المباراة بفوز فريق النادي الأهلي والصعود لدور الثمانية. دي أول مرة يشارك فيها النادي الأهلي في هذه البطولة. بطولة فيها 20 فريق، 400 لاعب تحت 13 سنة، اتقسمت لخمس مجموعات. كان على رؤوس المجموعات الأندية كبيرة: ليفربول، يوفنتوس، ريال مدريد، برشلونة، وسيلتا فيجو. مجموعة الأهلي كان مع سيلتا فيجو المجموعة الرابعة، الأهلي طلع المركز الثاني وبيلعب مع فريق اس اس اس. اتمنى ان شاء الله الفوز. قبل هذه المباراة كان فريق ريال مدريد كسب وصعد لدور الثمانية، واحد من اول الفرق. مخرج المباراة مركز طبع مع سلجادو اكتر من مرة واكتر من لقطة، سواء الشوط الاول او الشوط الثاني. وادي العرضين، مش معقول مش معقول. سرحان سرحان يجري على طول ويسجل اللاعب. اول لعبة ايجابية على المرمى، يدخل دييجو جونزاليس ويسجل في الدقيقة ايه ده، الدقيقة التالتة او الرابعة، الدقيقة التالتة من الشوط الثاني. كان الشوط الاول كله لعبا للنادي الاهلي، اكتر من فرصة، انما دي اول لعبة تتلعب على مرمى النادي الاهلي. اعتقد كان فيه سرحان دفاعي في اللعبة دي. يطلع لعيب طويل اهو، ييجو جونزاليس فرحان انه سجل هدف لفريق اس 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 اللي بيتقدم على الاهلي 1-0. لسه نقدر نلحق المباراة، الاهلي واقفين في الملعب افضل. ادي بص الفرحة، اخراج حتى بقول لكم النهاردة يعني فيه اهتمام غير هادي عادي بالبطولة دي، حتى الاخراج حتى التصوير مدي شكل هذه البطولة. عشان كده عايزين احنا نقدم شكر لإدارة التسويق في النادي الأهلي إنها قدرت فعلا إنها تشرك فريق تحت 13 سنة في هذه البطولة. هذه البطولة بأي نتيجة مكسب كبير جدا لأولاد النادي الأهلي، هتفرق معهم معنويا قوي بعد ما يرجعوا حتى بأي نتيجة. مجرد إنه ظهر ولعب واحتك وخرج بره مصر وعمل كلام زي ده، وقدر يشوف فرق من نفس سنه، من فرق عملاقة، يطلع واحدة واحدة وهو 13 14 15 يمشي. عشان كده بنقول الأهلي بيبحث في الفترة القادمة إن إزاي ينطلق للعالمية. خلاص النادي الأهلي يعني هي دي الخطوة اللي منتظرها، كل الإمكانيات بتؤهل نادي زي النادي الأهلي هو النادي الأول في الشرق الأوسط. إيه اللي يمنع إن ينطلق للعالمية من خلال حتى ناشئيه؟ واحدة واحدة بالتخطيط بالتسويق بالإدارة يقدر النادي الأهلي فعلا ينتقل نقلة تانية خالص، لأن كل الإمكانيات عند النادي الأهلي اللي توصلوا لهذا الكلام. آدي الكرة تتقطع مرة تانية، إنما الهدف ده صح صح الفرقة. وادي اللاعب لوكا عايز يعدي، إنما يا سلام قطعها منه يوسف جمال بشكل قوي جدا، تتلعب إنما يقطعها اللاعب اللي جاب الهدف دييجو. ترد مرة تانية، إنما جسمه بص شوف اختياره حتى الانتقاء شكله حلو. يعني من ضمن الحاجات اللي لازم نتعلمها في هذه البطولات الانتقاء، ايه اللي بيتعمل مع الولاد دي، حاجات كتير قوي ممكن ننقلها عندنا، ومن خلال اعلامنا وقناة النادي الاهلي نقدر نحول هذا الكلام بشكل جيد جدا. ادي دييجو اللي سجل الهدف. مش عايزين نزعل، عايزين نفرح بولادنا. ادي ترجع الكرة مرة تانية، معتز امامية في اتجاه سيف، عدى سيف، بيتضغط على سيف انما يطلعوها بره الملعب، رمي التماس. ادي سيف ايمن، شفنا واحد واثنين وثلاثة ضغطوا عليه. مش عايزين نزعل، ورمية التماس يلعبها يوسف جمال. يوسف منقولة أمامية، ترد إنما مقطوعة مرة تانية ورا عند معتز. أمامية بيحاول يدخل مارادونا إنما تتزق من قدام منه وتطلع برا الملعب. ولا ده يوسف، يوسف عفيفي. محتاجين هدف يا يوسف في هذه المباراة.
يوسف مسجل حتى الآن 3 أهداف في هذه الدورة. مردودة مع فريق اس اس، انما مخطوفه خطفها ومعدي بشكل كويس جدا كريستيانو، انما اتلعبت كانت عايزه تخرج بره شويه. نشوف واحده غيرها ان شاء الله، وادي مردود في وسط الملعب. نشوف بقى التحرك الجماعي شكله ايه واحنا معناش كوره، انما اي حاجه تخرج بره الملعب، انما اهتمام حتى في المدرجات، شكل المدرجات، أولياء الأمور مهتمين طبعا وجودهم في وسط ولادهم. دورة دي بقول لكم لو كان فاضل فريق من البرازيل وفريق من الأرجنتين كنا هنقول عليها كاس عالم. ادي يوسف وبيخرج اللاعب فيتو دانتي دي فيتو. شوف نزل بداله مين، هل يا ترى شايف كده 21 لوكا لوبانو. وادي في وسط الملعب سيف حط الكوره على يمينه، انما تخرج بره الملعب تبقى رمي التماس لفريق اس اس اس. ترد مره تانيه ورا لدييجو جونزاليس، يحطها للحارس سيلفستر اسيمواي، يلعبها اماميه انما تتقاطع. هجمه من اليمين، ادي محاوله تصويب، انما برافو قطع معتز في الكره اللي فاتت ومنقوله عند مارادونا اللي عايز يعدي، انما تاكلينج ومقطوعه الكره. ترد مره تانيه، في حاجه بتتقال في ارض الملعب بين الفرقتين. طبعا فرقتين وصلوا دور 16 اكيد لازم هيكون في حاجه تتقال. وادي مختار ياخد كورته ويلعبها اماميه، انما يقطعها في وسط الملعب فريق اس اس اس. توصل مره تانيه للوكا لوبيانو، تتخطف منه، دفاع قوي من النادي الاهلي. محتاجين بقى نقل السرعه، سرعه نقل الهجمه للامام، انما هي دي اللي ناقصه لغايه دلوقتي. وتخرج بره الملعب وتبقى رامي التماس، رامي التماس هيلعبها كريستيانو ورا بيردها لسيف، انما الحكم حسبها فاول اوت. بيخرج طارق فوزي والكوره مع فريق اس اس. وادي نقله ناحيه اليمين وعالية، إنما يطلع على طول يوسف. ترد مرة تانية للنادي الأهلي، وادي محاولة للأمام من ناحية اليمين، لسه الكرة مع الأهلي لسه، وفي دفعة وفاول من اللاعب إبراهيم صادق رقم 6، عمل فاول مع محمد محمود. مكان مميز تقدر نعملها عرضية، هم جابوا هدف من كرة عرضية نقدر بقى نستفيد منها احنا العرضية دي نعمل فيها حاجة. وادي يوسف، يوسف عفيفي واقف عشان هو اللي ينفذ الكرة، يطلع هيطلعها لبره وتتشاط ولا عالية، طلعت بره زي ما قلت. عايزة بقى التسديدة ترجع ورا، محاولة مرة تانية ترجع ليوسف، عايزين يقولوا تسلل، فعلا كان واقف في موقف تسلل والركلة الحرة الغير مباشرة. شوف هنا نقل سرعه الهجمه شكلها ايه الناحيه الثانيه، ادي منقوله محاوله، انما برافو دفاع الاهلي قدروا ان هم ياخدوا الكوره. يلا بينا نتحرك للامام، والدقيقه 12 من الشوط الثاني، لسه 8 دقائق يا اولاد نقدر نغير النتيجه، لسه نتيجه واحد على اقل تقدير نتعادل. وعلى طول يوسف جمال يلعب لرأفت على شماله، مارادونا تتقطع، بداية هجمة للفريق الأسباني. ترد مرة تانية ناحية اليمين، عايز يرفع الرفعة، انما برافو قطعها بشكل كويس جدا واخدها
معتز، ودي نقلة سريعة، نقلة للأمام، ورأفت يلعب كورته انما تتقطع وما يلحقهاش وتخرج وتبقى رمي التماس للنادي الاهلي. رمي التماس محمد محمود يلعب الكرة تود ورا معتز، اعتقد هو معتز ناحية الشمال، تتخطف ومنقولة للأمام، انما يسيبوها على طول لمختار، هيبدا من عنده مختار، نقله الهجمه، ادي معتز يلعب كوره اماميه يقطعها فريق اس اس، انما مقطوعه مره تانيه واخدها يوسف جمال، يوسف هو اللي قطع الكوره، منقولة برافو، نمسك بقى الملعب ونمشي شوية، نمشي شوية، عدى سيف، سيف خد واحد وخد التاني، انطلق دور بقى هتدي لمين، هيلعب لمين، انما ده سدد من هنا بعيدة بعيدة، ياخدها الدفاع، نلحقها مرة تانية، تلحقها النادي الاهلي، تروح الكرة ناحية الشمال، اعتقد مارادونا هو اللي واقف هناك، حلوة النقلة، جميلة ما جميلة، رأفت يعمل العرضية، عرضية انما ما جاتش متقنة، لسه الكرة مع الاهلي انما هتخرج وتبقى رمي التماس، رمي التماس لفريق اس اس اس، وتبديل بيعمله الفريق، ادي بينزل الملعب يويو وبيخرج سيف ايمن، نضغط نقطع الكره دي، نضغط نقطع الكره دي، ادي اتقطعت الكره تروح ليويو، انما ياخدوها مره تانيه في وسط الملعب فريق اس اس اس، والكره ناحيه اليمين، وباقي خمس دقايق على نهايه المباراه، وتقدم الفريق الاسباني بهدف واحد، ترد مره تانيه ناحيه الشمال عند لوكا، لوكا انما قطعها منه كويس جدا رأفت او كريستيانو زي ما بنطلق عليه، واماميه في اتجاه يويو، يطلع معاه الحارس سيلفستر اسيموا وتخرج بره الملعب، انما قدر يعمل منها حاجه يويو لما حضن على الكوره، ومنها ممكن نعمل هجمه من الحته دي، رميه التماس ممكن نستفيد منها، رميه التماس تلعب من يوسف، ترد مره تانيه يلعبها عرضيه، مين يقابل؟ مفيش هناك حد، ترجع اهي ليوسف عفيفي يحطها ناحيه الشمال عند محمد محمود، عدى محمد، يا سلام لو اللاعب ده حط رجله معاه في الحته دي كان هناخد ركله جزاء، انما تخرج بره الملعب ركله مرمى، ركله مرمى يلعبها الحارس سيلفستر اسيموا لاعب فريق اس اس اس، اماميه، انما مفيش شك دوره زي دي مكسب كبير، شايفين الانظار، شايفين الاخراج مركز، بيديك احساس كما لو كنت يعني بتلعب كره درجه اولى، الانظار كلها في دور، بداوا بقى من دور ال 16، تبص تلاقي ايه الجد كله بدا يفكر، كله يجي يتفرج، انما دوره ملعوبه على 3 ايام او 4 ايام، جميل جدا ان الولاد تاخد هذه الجرعه الجميله، منقولة ياخدها يوسف، يرد مرة لكريستيانو يحطها على شماله، تحرك مارادونا، ملعوبة ليحيى، يحيى حط الكرة على شماله، عايز يستلم، دخل دخل دخل، حط العرضية، حلو قوي التحرك ده، حلو الالتحام اللي بيعمله ده، انما تتخطف الكرة وتخرج بره الملعب، بدأ يضغط الاهلي في الدقايق اللي احنا فيها،
نشوف بقى الضغط ده هيصفر عن ايه. ادي فاول بقى، يعني ان كان المخرج بيقول للحكم في فاول هنا ما حسبوش، وادي تتلعب الكوره يقطعها فريق اس اس، ترجع مره ثانيه يحاول يخطف ويعدي من ناحيه الشمال اللاعب انس اسامه، طبعا ملامحه واضح شكله عربي، ترد مره ثانيه ورا في اتجاه يوسف جمال، اماميه للنادي الاهلي مردوده مره اخرى. عايزين نركز في هجمه، تركيز بس في هجمه. طبعا لما تتكلم عن الحاله النفسيه للولاد دلوقتي تختلف عن الكبار، لسه الخبرات، لسه سن صغير، هتلاقيه من جوه منه قلقان وخايف النتيجه ما تطلعش لصالحه، الحاجات دي ممكن تفقده نوع من التركيز. وادي يحيى اهو وهو بيمر، وادي اهو الفاول، يعني المخرج كانه يعني بيقول بص شوف حاجات عدت من الحكم في هذه المباراه. ومره ثانيه جوه المنطقه ومردوده وصفاره، وبنلعب في الدقيقه الاخيره وركله حره غير مباشره على النادي الاهلي. ركله حره غير مباشره، رايح بقى يجيبها براحته سيلفستر اسيموا متقدم بهدف، وادي الانفعالات على المصريين واضحه تماما، زعلانين اهلاويه ما يحبوش ابدا فرقه تخسر، عشان كده تجد الوجوه كلها حتى لو فريق ناشئين صغير، حتى لو فريق لسه بيبدا، لا انما برضك عايزين نقدم الشكر للمره الثانيه لاداره التسويق في النادي الاهلي على انها قدرت تعمل خطوه زي دي، واكيد باقي فرق الاهلي هيكونوا في الحسبان في كرة القدم بس فأكتر من لعبة، أكيد ده أنا متوقعه وده أنا حاسس بيه. تسويق مع إعلام مع إدارة تعمل نقلة تانية خالص للنادي الأهلي. مرة تانية محاولة للفريق الإسباني، ترد مرة تانية لما يخطفها على طول مارادونا، يلا 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 فرصه فرصه اخر هجمه بقى عايزه تركيز، لما اتقطعت يخطفها مره تانية يوسف جمال، يوسف ويرجع بيها ورا المعتز، وحاول التركيز في ان احنا ننهي هجمه، واخر ثواني على الوقت الاصلي من المباراه. وادي محاوله اسبانيه، محاوله داخل المنطقه لما برافو تتقطع، انما المباراه يعني ما تشعرش بيتفرج عليها، لا تشعر ان الفريق الاسباني هو اللي متقدم فيها. الاهلي كان متسيد الشوط الاول لعبا بشكل كويس جدا، شفنا اكتر من كوره يعني واضحه تماما ان جانب الحكم توفيق فيها. وادي محاوله من يوسف انما يخطفها قلب الدفاع ويردها وتخرج بره الملعب. وادي انا شايف بيعود سيف ايمن مره ثانيه للمباراه. معتز ينقل ليوسف، اماميه لرأفت ناحيه الشمال عند مارادونا، يدخل دخل عدى فات عمل العرضيه تخبط في الدفاع، رد مره ثانيه انما معاها على طول يمسك الحارس، وفرحه الاسبان طبعا دي كانت ممكن تعدي وتغير مسار المباراه، انما بص الهجمه اتعملت. كان فين الكلام ده من بدري يا اولاد؟ عايزين بقول لكم توتر ممكن يخليهم يفقدوا حاجات كتير، انما مكسب كبير جدا. نحيي النادي الاهلي واداره التسويق على انهم جت فرصه زي دي جميله جدا لناشئين النادي الاهلي انهم يشاركوا في بطوله في اهتمام كبير بيها. وادي الحكم بيبص في ساعته واعتقد انه هيصفر، وادي سلجادو واضح عليه علامات الارتياح انه مر من مباراه كان بيلعب مع اسمه النادي الاهلي. وادي محاولة وشوف ادي اخر فرصة للاهلي، يو 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 مش عايزة تقول مش عايزة تقول. وبص يعني القلق، بص ازاي اتعملت حلوة قوي، اتعملت حلوة قوي. ياه فين فين البخت في اللعبة دي، وتضيع فرصة من قدام طارق فوزي
وادي مره تانية الحكم لسه ما صفرش وبيرجع الكوره وبدا القلق يبان على السلجادو. وادي المشجعين من المدرجات بيبحثوا عن اخر فرصه للنادي الاهلي للعوده للقاء. وادي الكره عاليه جوه المنطقه وتتلعب يقطعها الدفاع ومعاها اعتقد ممكن الحكم ينهي المباراه، وبالفعل يطلق حكم المباراه صفاره نهايه اللقاء معلنا عن فوز اس 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 الاسباني على النادي الاهلي في دور ال 16 مواليد 2005 والصعود لدور الثمانيه. أنا عايز أحيي فريق النادي الأهلي. أدي بص يا سلام مهندس خالد بورتاجي في الملعب مع سلجادو، منظر جميل. كابتن زيزو موجود أيضا. يعني عايز أقول عايز أحيي فريق النادي الأهلي على تواجده في هذه المباراة. مجرد ظهور البسمة على إدارة النادي الأهلي أمام أبنائهم الصغيرين تديهم إحساس إحنا بنلعب بطولة عشان نأهلكم عشان تكبروا ومش قلقانين من الكورة العالمية. بنشكر مرة أخرى إدارة التسويق على هذا الجهد الكبير جدا في هذه البطولة، وتحياتي لكل من شارك في هذا النقل. هذه كابتن محمود صالح نائب رئيس القطاع. تمنياتنا إن شاء الله للنادي الأهلي بالازدهار في كل مكان وكل المحافل اللي بيظهر فيها أولاد النادي الأهلي. تحياتي إليكم المعلق الرياضي علاء متولي، وألقاكم على خير في مباريات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.